مباشرة ننتقل إلى ولاية الجزيرة متابعة التقرير القادم. الحاجة مريم يوسف واحدة من النساء كبار السن، لكنها واحدة من الرائدات في التعليم الإلكتروني. متابعة التقرير ونعود. مريم يوسف سجلت اسمها كرائدة من رواد التعليم الإلكتروني بولاية الجزيرة، فهي تدرس بجامعة السودان المفتوحة التي أطلقت نظام الامتحان الإلكتروني بولايات السودان كأول تجربة خاصة خارج نطاق العاصمة الخرطوم. مريم قالت إن الامتحان عن طريق الكمبيوتر أفاد الدارسين كثيرا في اختصار الوقت والجهد، إضافة إلى استفادة المعلمين في عمليات التصحيح التي كانت تأخذ وقتا طويلا. كانت الفوائد يعني جمة، يعني كان بالنسبة للكمبيوتر عبارة عن جائزة قدمتها جامعة السودان المفتوحة لكل الدارسين والتلاميذ اللي عندها، فنهني جامعة السودان وإلى الأمام هذه الجامعة المعطاءة، ونتمنى إنه كل الناس اللي يعني حتى المتقدمين في السن يعني ما يستحوا من إنه الواحد يفي أمور كبير، فيتقدموا ويدرسوا هنا إن شاء الله حيلقى كل ما يرغب فيه وأكثر إن شاء الله. الأستاذة مريم يوسف حظيت باهتمام واسع هي وزميلاتها المتقدمات في السن من قبل المسؤولين، وهي تشير إلى أن عامل السن لم يكن هاجسا في تعاملها مع الكمبيوتر، ودعت رصفائها إلى خوض التجربة في مجال التعليم الإلكتروني دون تردد بعد أن بات الكمبيوتر واحدة من مستلزمات العصر. أقول إنه الواحد يقدم الهاجس ده أساسا هو الوصية زي ما بقولوا ما بيزيلوا، والمحرش زي ما قالوا مو بكاثر، الواحد يجرب بيلقى الحكاية دي إنها سهلة وحاجة بالنسبة له يعني ممتعة، وإن شاء الله يندمج فيها. والكمبيوتر هو أحس الليلة من أهم يعني مستلزمات العصر إنه الواحد يتعلمه يعني، فيبقى ما في إنسان يتخوف من اللجوء للكمبيوتر والدراسة فيه. جامعة السودان المفتوحة عكفت على نجاح تجربة الامتحان الإلكتروني أكثر من عام، باعتبار أن التجربة مشروعا قوميا يقوم تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمكنت من تجاوز العقبات التي قد تواجه نظام الامتحانات الإلكتروني. من أكبر التحديات التي يعني كانت تواجه هذا الأمر هو موضوع الكهرباء وموضوع الإنترنت، فتمت معالجة هذا الأمر ب توفير مولدات احتياطية لمواجهة أو حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، لا سيما ونحن في فصل الخريف. وموضوع الإنترنت أيضا تم التغلب عليه بالاعتماد على نظام السيرفرات المحلية ونظام الفلاش. نجاح تجربة الامتحانات الإلكترونية بجامعة السودان المفتوحة جاء نتيجة لتعاون وتضامن جملة الجامعات والكليات بولاية الجزيرة، وأكدت التجربة نجاحها بعد مغدرة الطلاب بكافة مستوياتهم العمرية على التعامل مع الإنترنت والكمبيوتر. صام الدين عباس، الشروق، ولاية الجزيرة، مدينة ود مدني. شكرا زميل عصام الدين عباس على هذا التقرير القديم المتجدد. منتظرين كمان منك أخبار المهرجان. بعد الفاصل حنرجع ونكمل ما تبقى من فقرات لصباح الشروق لهذا اليوم.